يوميا يوميا من يوم الضرب الى هلا، كل يوم بدي اجي لهون على الرديم اتفرج على الرديم، لعبة عمودي، تواب اختي، غراض ابو محمود، غراض محمد ابنا، بشيلهم برجعهم، ما بلق شيء، بشيلهم بتفرج عليهم برجعهم. في 6/2 استيقظنا على هول العظيم، على الزلزال، على صوت الزلزال، على صوت شيء ما بنعرف ايش هو، قمنا من الفزع، زلزال، قالوا زلزال، نزلنا نحن والعيال لتحت على الدراج، والعالم طلعت انتشرت بالشارع وما عرفنا شو صار لبعد ما صحينا، يعني الزلزال عرفنا. أنا واقف بين هالعالم، قالوا في ضربة بالحارة الشمالي بالغربي، بعرف بيت أختي بالحارة الغربي. أنا دشرت العيال بالسيارة هيك فسحة فاضية حطيناهم وجيت لهون على الموقع هذا. أنا ما بعرف لسه بيت أختي ولا بعرف في شيء، مريت بالشارع شفت منظر دمار دمار، شغلة عجبي، والعالم طالعة فيتي وسيارات الإسعاف. قربت على البيت بدي أعرف البيت تبعه، ما أبغى أعرفه، من البيوت اختلطت ببعضها، البيوت كلها على الأرض. ما حبشت، ضلعت، عملت، بعرف أنا شبك الحديد عنده الحماية تبعهم تبع البرندة على المطبخ على الشارع، بعرفها 100%. طلعت لو أنا تحت الأرض بين الرديم، عرفت هون بيتهم، طلعت منظر يا لطيف، الله لا يفرجه لحدا. بدي أختي، صيح لأختي، صيح لأب محمود، صيح يا محمد، صيح يا فاطمي الحبار، ما أبغى حدا يرد، كل هالعالم تحت الرديم. ما ضل فينا أعصاب ومتلنا مثل العالم، منا بغى الأرواح، ما منا العمار ولا منا السيارات ولا منا الدور ولا منا شيء، منا الأرواح تبعهم. إيه هون كشف الضوء شوي وإجت العالم الدفاع المدني وبلشوا عمليات الإنقاذ. الطيب طالعوا والما خلص عمره صار يعملوا عمليات بحث عنه. رحت على المقبرة حطيتهم هيك، صلينا عليهم، صفينا سيارة تنتين، سبعة أخوي الأغلب اللي وافي عليه، هذا بيحرق قلبي. بيت أختي ستي طلعت هيك 13 واحد، نحن نقول بنقبر واحد، كنا نقول نضل مقهورين عليه خير الله، 13 واحد لعمين بدي انقهر ما بعرف، على أخواتي، على أختي، على أولادها، على أولاد أخوي، على هالعالم كله اللي عم بصير فيها. ما هو سهل شيء، ما هو بالسهل، ما هو أمر صعب، ما بحسن الإنسان خالص. يوميا بدي أجي على دار بيت أختي لأنهم أقرب علي من أرمناز، يوميا بيجي يتفقدوا بشم ريحته وبرجع.